بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمرو عبد ربه، nursing specialist at القصر العيني hospital. work at national and مصر international hospital. النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا يخص كل مرضى القلب، الا وهو الهيلث تيتشنج. ازاي انا هدي توعيه صحيه للناس اللي عندهم مرضى قلب؟ دول لازم ان احنا نديلهم توعيه صحيه ليهم ولاسرتهم. اول حاجه لمريض القلب لازم نتكلم فيها عن التدخين. مهم جدا ان مريض القلب بعد ما يعمل قسطره او حتى وهو بيشرب سجاير لفتره معينه واكتشف ان هو مريض قلب، الضغط بيعلى او اي ساينز او سيمتومز ممكن بتجيله، لازم ان هو يبطل السجاير فورا. ثانيا اللي عايزين نتكلم عليه نتكلم على الدايت لمرضى القلب، وخاصه لو هو بيبقى عنده سكر، فلازم يبقى يظبط السكر عنده، لازم عن طريق شوية أدوية، ممكن حاجات بتقلل السكر بشكل أو بآخر، تمام. ثانيا يبقى عنده medication adherence، لازم يكون ملتزم بالدواء كويس عشان يبدأ إن هو إن شاء الله يبقى يجيله شفاء إن شاء الله. المهم اللي أنا عايز أتكلم عليه برضو تاني، أتكلم على psychological support. لازم مريض القلب عموما لازم يكون نفسيا مستريح، لان ممكن من اقل حاجه او من اقل موقف يحصل له ممكن يجي له اي مشاكل، ممكن ضغطه يعلى، ممكن في ناس بتخش في ذبحه صدريه بسبب ايه؟ بسبب السايكولوجيكال ستيتس بتاعته بتبقى فيها مشكله. اللي ممكن نتكلم عليه تاني كتوعيه صحيه لمريض القلب، ممكن نتكلم على الكارديو فاسكولار ديزيز. لازم التوعيه دي تبقى بمشكله، مش لازم ان انا لما اجي ادي التوعيه مش لازم اكون عندي مشكله او لازم ان انا اكون مريض قلب. الناس العاديين اللي هم ما عندهمش اي مشاكل في القلب او بياخدوا ادويه سيوله او الكلام ده كله، لازم برضو يكونوا عندهم توعيه بهذا. بالنسبه لمرضى القلب لازم في ثلاث حاجات يكونوا ملتزمين بيهم: أدوية السيولة، ثانيا الأدوية الخاصة بالقلب اللي هي بتيجي بعد القسطرة، تمام، اللي هي انتظام ضربات القلب والكلام ده كله، تمام. اللي أنا عايز أتكلم فيه برضو مهم تاني، الإكسرسايز تريننج. بالنسبة لمرضى القلب يحاول إن هو يمشي كل يوم مع العلاج يمشي حوالي 30 دقيقة، تمام، يوميا، مش أكتر من كده. لكن الناس العاديين اللي هم مش مرضى قلب ممكن يمشوا اكتر من كده في اليوم، تخش لها في ساعه او ساعتين، تمام. اللي عايز اتكلم برضو عليها النيوتريشنال كونسلنج. ازاي انا هعمل توعيه عن طريق ان انا نظبط الدايت بتاع مرضى القلب؟ اولا بالنسبه للاكل لازم يكون لو فات لو سولت. لو فات لازم تكون دهونه قليله ويكاد يكون منعدم الدهون عشان ما يعملش تصلب في الشرايين التاجية، تمام. ممكن اللي نتكلم عليه برضو لو هو دايابيتك او عنده سكر، يقلل من النشويات اللي دايما بننصح بيها، يقلل من الرز والمكرونة والكلام ده كله، لازم يقلل منه بحيث السكر يتظبط فبالتالي ما يعملش مشاكل عندنا، تمام. ده كل اللي انا عايز اتكلم فيه. انا بشكركم جدا وشكرا لكم، واتمنى تستفيدوا بهذا. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.